مساء الورد على أهلنا في المحروسة، مساء السعادة على أهلنا في إمارات الخير. ليلة جديدة من ليالي السوبر المتواصلة معاكم لليوم الخامس من أرض أبناء زايد وكورنيش أبو ظبي الجميل. كورنيش بيفكرنا بنيل مصر الساحر اللي بيخطف القلوب وخيره الجاري من أسوان لرشيد ودمياط. مصر الوطن والسكن وحب العمر، عشق الكبير وحلم الصغير، مهد الحضارة والتاريخ وبلد الأساطير، أحلى بلاد الدنيا، بلادي مصر. مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لفيت مصر. ما تلاقيش مثلنا ست كل عصر، ضلة جنب ملنا تسوى ألف قصر. ايش مثالها ست كل عصر، بالله جنب الملة تسوى ألف قصر. ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا جو مصر، ولا سحر مصر. مصر 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 هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها السماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لفيت يا مصر. فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر، السماحة روحها والشهامة مصر. فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر، السماحة روحها والشهامة مصر. والكرامة هي والخلود في مصر، والتاريخ في مصر، والهرم حكاية مصر والمصريين مع كرة القدم. تاريخ بيشهد اننا وقعنا في غرام المستديرة المجنونة ده من سنين طويلة. كرة القدم عمرها ما كانت بالنسبة لي مجرد لعبة، هي الغضب والفرحة، الشغف والجنون، المهارة والفن، القوة والمتعة والإثارة. مفيش وعد بإثارة أكبر من مواجهة الأهلي والزمالك، المارد الأحمر والفارس الأبيض، القمة الحقيقية اللي الحقيقة كل الناس بيتكلموا عليها، أقوى دربيات المنطقة هو دربي الأهلي والزمالك. متواصلين مع حضراتكم من هنا من ابو ظبي في بطوله السوبر، ونحن نقترب من نهائي السوبر الكبير، نهائي السوبر يوم الخميس القادم بين الاهلي والزمالك ان شاء الله. التغطيه متواصله بتقديم ليالي السوبر في بث مباشر على قنوات اون تايم سبورت وقناه ابو ظبي الرياضيه وعبر اثير اذاعه اون سبورت اف ام، اللي بتشرف اني بقدمها مع زملائي الاعزاء المتالق دائما يعقوب السعدي ونجم اون تايم سبورتس ابراهيم عبد الجواد. من هنا من ابو ظبي نحن معاكم يوميا على مدار رحله السوبر من كورنيش العاصمه ابو ظبي. اجواء تليق بالحدث الكبير اللي وصل فيها الاهلي والزمالك للنهائي، وبيراميدز وسيراميكا كيلوباترا سيخوضان مباراه تحديد المركز الثالث هنا على ارض زايد. مرحبا واهلا، تستقبلكم القلوب الحاره، التاريخ والعراقه، الماضي الذي يشع نورا. يا سلام على السلام، مدرسه البن والهندسه، لا هذه جامعه البن والهندسه. الاهلي اهل الماتش يسجل، الاهلي يهزم، ما يبتدي اللقاء يتقدم. يا سيراميكا، السيراميك ده اهل فداء. مسرح احلام هذه القمه الكبيره هو استاد محمد بن زايد، الملعب الكبير
سعيد الحقيقة أن يكون موجود ضمن التغطية الرائعة دي في بلد إحنا الحقيقة بنعشقها، مع شعب بحبه على المستوى الشخصي بشكل كبير، مع أشقاء وأخوة في المجال الحقيقة دائما وأبدا هما العامل أو عامل النجاح لينا في أي تغطية. قنوات أبو ظبي الرادية اللي بنوجه لها كل الشكر، وكل السادة المسؤولين والاحتفال والترحيب دائما وأبدا اللي بنلاقيه هنا. فاصل، وبعد الفاصل نواصل فقرات برنامج ليالي السوبر مع فقرة خاصة جدا، نجوم وأساطير الكرة المصرية وأول ظهور للمجموعة دي مع بعض. أخدت مني مجهود كبير جدا 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 جدا، بنجمع في المجموعة دي الحقيقة بقالنا كتير، ولكن دي الناس اللي حضراتكم شفتوها موجودة على المنصات، دي الناس اللي شالت البطولات، دي الناس اللي تألقت بشكل كبير. أحمد حسام ميدو، عصام الحضري، محمد فضل، أحمد فتحي، ومجموعة أيضا من النجوم في الفقرة الثانية هيكونوا موجودين معنا، وإن شاء الله بإذن الله تكون فقرة خاصة جدا. هنتكلم فيها عن مباراة الأهلي والزمالك اللي هتتلعب يوم الخميس، اللي على منظار كل الوطن العربي وكل الناس بتتابع، مين هيكسب؟ الأهلي هيكسب ويصالح جمهوره، ولا الزمالك هيكسب ويروح في الحتة التانية، ولا هيكون بداية مشوار، ولا كولر هيفكر في إيه، جوميز عنده إيه من جواه يقدمه؟ أسئلة كتيرة جدا جدا، مش أنا اللي هجاوب، الأساطير هي اللي هتجاوب. إمتى؟ بعد الفاصل.